السلام عليكم. عندنا هاد المدخل هذا كيف ما كتلاحظوا هو المدخل ديال الكوزينة والدوتشاس، خصنا نعملو شي ليكو، هنا ما عندناش الباب، البلاصة هادي ما فيهاش الباب، خصنا نعملو شي كويس، ماشي كويس يجي المهم شي حاجة زوينة عصرية. علاش دوزنا هاد الكابلي هذا؟ انتوما تشوفو في الاخر كيفاش عايش هاد الكابلي هذا، هو القوس يجيو فيه بحال واحد سبورتات صغار. اول حاجه كنهبطو البلومز، ها هو هبطت واحد البلومو، ودابا غادي نهبط البلومو الثاني على حساب هاد الخلاص هذا الحاجه. هاد البلومز هما لي غادي نهبطو عليهم الخاص، من بعد ما كنغلفوا هاد البلاكه هاد القوس، ضربنا واحد البلاكه مع الاتجاه وعملنا التراسوس ديالها، طلعنا 12 ديال السنتيم، هاديك التراسو طلعنا 12 ديال السنتيم وقسمناها في الوسط في اللاكس. نفس الخدمه اللي كاينه في الجهه هادي هي اللي كاينه من الجهه اخرى، وهذا هو الميزان اللي كنتحكموا عليه. هذا الميزان هنا وعندنا ميزان اخر هنا اهو، مازال يهبط واحد الرجيلات هنا ومن هنا. عملنا ديك التراسو ديال نص سنتيم، عندنا الشوكة، عند راسي مع الشوكة هادي خصنا الدورة تجي نص دائرة، وفراسي اتجاه العين دزنا العبر ديالها فيها 83 ديال السنتيم، خصنا 83 ديال السنتيم تجي مع هاد الشوكة، مع هاد الشوكة هادي. القويصة ديالنا مقطعة، شوف دابا غادي نعملو واحد الكورنيش، السينيفا ديالها هنا، ديزام هنا، وفيها واحد الغرفة، دابا غادي نوجدوها، نوجد غرفة، هذا هو الكورنيش اللي غادي نخدمو بها. القوس ها القويس ديالنا، ودابا غادي نتيريوها. هادي ما بغيناش لنا بزاف عليها باش عملتي هاد المقياس هذا، ما عملتش الرواقب قاش ما باش ما كنجريوش منها بزاف. ماشي بوينت هذا،
ولا يجي من السبورت من هنا عايش عايش سبورت هنا سبورت في الجيم ثلاثة ممنوع عايش لك مول دون تريسيان عايش لك ثلاثة عايش لك هنا الله